استدلوا بأن سليك الغطفاني أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له الرسول: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وأيضا وردت لحديث سليك ألفاظ أخر، أو ورد في حديث الصحابي الذي روى حديث سليك ألفاظ أخر: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أجاب المانعون على هذه الأدلة بما يلي. قالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس عام، والإنصات لخطبة الجمعة أخص. قالوا: إن حديث سليك الغطفاني إنما أمره النبي بالقيام لفقره كي يتفطن الناس له فيتصدقون عليه بعد الصلاة، ولكن لم تثبت طريق بهذا، وإن كان قد وردت لكن لم أقف على سند ثابت لها. قالوا: ولفظة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب كتقعيد فلا يجلس حتى يركع فليركع ركعتين خفيفتين، قالوا: إن هذه رواية شاذة، وأكثر الرواه على أن النبي أمر الرجل الداخل أن يركع ركعتين فرواها راو بالمعنى فأخل بالمتن. فهي راجعة إلى حديث سليك وليست تقعيدا، ولا لو ثبتت لفظته إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين كانت في محل النزاع ولأثبتت الركعتين، لكن هي ليست كذلك، إنما هي في قصة سليك فرويت بالمعنى أو مختصرة فأخل الاختصار بالمعنى. وهذا إنما يفهم إذا جمعت طرق الحديث